وينضم إلينا للحديث عن مستقبل العراق المالي في ظل سعي الحكومة للاقتراض والتضارب في تصريحاتها حول تأمين رواتب الموظفين، ينضم إلينا الدكتور اخطير كاظم حمود الأكاديمي والخبير الاقتصادي. مرحبا بك معنا دكتور. أهلا بك. أولا دكتور، متى تلجأ الحكومات إلى الاقتراض الداخلي أو الخارجي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحكومات التي تحترم نفسها لا تلجأ إلى قروض إلا في حالات قصوى بعدم وفرة الأموال السائلة لديها لمواجهة المتطلبات الخدمية لشعبها. أما حالة العراق فهي حالة مختلفة تماما عما يحصل في الدول الأخرى. العراق يمتلك من الأموال ما لا يغطي بشكل كبير كل احتياجاته، لكن هذه الأموال السائلة ذهبت إلى جيوب الفاسدين وهم يدخرونها خارج العراق أو يحولوها إلى إيران باعتبار هناك أواصر تربطهم بالدولة الفارسية. نعم، لكن دكتور هناك التزامات على الحكومة، ومن هذه الالتزامات على سبيل المثال سداد رواتب الموظفين. ما محاذير أن تقتدر الحكومة في كل مرة لتسد رواتب الموظفين؟ الحقيقة حاجة الحكومة للاقتراض لغرض تسديد رواتب الموظفين حالة مضحكة، لأنهم يمتلكون الأموال الطائلة والأموال الكثيرة التي بددها الفساد والتي تستطيع الحكومة الحالية أن تعيدها إلى البلد بعد أن تقض مضاجع هؤلاء الفاسدين وتحيلهم إلى القضاء، وبالتالي كل الدول العالمية ستساهم في إعادة الأموال المسروقة إلى الخزينة العراقية، وهي بذلك لا تحتاج أموال اقتراض، لأن هذا الاقتراض سواء كان داخلي أو خارجي سينهك الأجيال القادمة بديون وفوائد ستؤدي به إلى مدى زمني كبير أن يتحمل أعباء هذه الديون وهذه الفوائد التي يتم اقتراضها. لكن ما يجري دكتور هو تضارب في التصريحات بالنسبة لموضوع سداد الرواتب على سبيل المثال وحل المشكلة الاقتصادية، بدلا من اللجوء إلى استرداد الأموال المنهوبة كما تفضلتم. كيف نفسر هذا السلوك الحكومي؟ ممكن لديهم بعض الموارد التي تتأتى من خلال المنافذ الحدودية أو من خلال المطارات أو النقل أو من خلال عقارات الدولة، هذه موارد غير نفطية وتشكل أموال طائلة ممكن أن يغطوا بها حاجتهم، لكن أيدي الفساد طالت كل هذه المرافق وبالتالي يتعذر عليهم الحصول عليها وتسديد رواتب الموظفين. نعم. ولذلك يلجؤون إلى هذا الاقتراض الداخلي أو يلجؤون إلى الاقتراض الخارجي. نعم، طيب دكتور، يعني من خلال متابعتكم للوضع الاقتصادي في العراق، كيف أثر الاعتماد على عائدات النفط فقط في وصول العراق إلى وضعه الحالي؟ الحقيقة اعتماد العراق على النفط منذ زمن، يعني منذ تأسيس الدولة العراقية وظهور آبار النفط بها، كان يعتمد على الموازنات بأكثر من 95% إضافة إلى الموارد الأخرى، لكنه يشكل عصب الحياة الاقتصادية، وهي والعراق كما هو معروف دولة ريعية تعتمد على النفط، فهو ليس اليوم معتمدا على النفط وإنما كان معتمدا طيلة الحكومات السابقة. ثم كانت الأسعار السابقة للنفط كانت أدنى بكثير من الأسعار الحالية، حاليا 42 دولار للبرميل النفط، كانت أقل من 17 دولار سابقا، وكانت الحكومة مستقرة
ومحققة للأمن وموفرة الخدمات إلى شعبها. لكن هذه الحكومة رغم ارتفاع أسعار النفط، لكن هذه الأموال مرة تبدد من خلال السرقات التي يمارسها القادة السياسيون، وتارة من خلال سرقة النفط إلى جيوبهم الخاصة، وبشكل كبير من خلال الميليشيات التابعة لإيران تغذي الاقتصاد الإيراني بعد أن مني من خلال هذا الضغط الأمريكي على اقتصاد إيران، والآن هو وصل إلى أن كسر ظهره بشكل كبير. لكن المعروف عن الفرس بطبيعتهم يتعاملون بتبجح وغطرسة وعدم إظهار حقيقة أمرهم إلى الآخرين. لكنهم واضحون الآن يعيش الاقتصاد الإيراني في أسوأ مرحلة من مراحل حياته. نعم دكتور، يعني هناك الآن زيارة لمحافظ البنك المركزي الإيراني إلى بغداد، وتهدف إلى الحصول على ديون لطهران في بغداد، وعلى ما يبدو أنه سيأتي في محاولة لتجاوز الحظر المالي الموجود على طهران. كيف تفسر هذه الزيارة في هذا التوقيت الذي يمر فيه العراق بأزمة مالية كبيرة؟ هذه المصيبة والكارثة الكبرى. متى كانت إيران تطلب العراق ديونا؟ هذه ليست ديون، وإنما هي وسائل ابتزاز يمارسها الإيرانيون العراقيون لتغذية الاقتصاد الإيراني بعد أن مني بهذا الدمار والضياع نتيجة الضغط المالي الكبير الذي تمارسه عليه الولايات المتحدة الأمريكية. فهم الإيرانيون وهذا رئيس البنك المركزي الآن حينما جاء إلى العراق يستهدف أن يغذي الاقتصاد الإيراني بالعملات الصعبة التي لا يستطيعون الحصول عليها إلا من خلال العراق الذي يشكل لديهم الرئة التي يتنفسون من خلالها. نعم. لكنهم سيقودون حتما المنطقة والعراق إلى تدهور أكثر، سيما وإن الولايات المتحدة الأمريكية قد هددت بإغلاق سفارتها. طيب. في ضوء كل ذلك دكتور، في ضوء كل ما تفضلتم به، وفي ضوء عدم وجود أي ورقة حقيقية للإصلاح ومكافحة الفساد كما أشرتم سابقا، الذي لم يكن إلا تمثيلية كما أشار بعض النواب في البرلمان العراقي، ما خطورة كل ذلك على مستقبل العراق الاقتصادي والمعيشي وعلى المواطن العراقي الذي لا يجد الآن يعني قوت يومه؟ العراق ذاهب إلى الإفلاس وإلى عدم وفرة الإمكانات التي تستطيع من خلالها الشعب العراقي أن يشبع حاجاته. فالبطالة ترتفع والفقر يرتفع والاقتصاد العراقي يتدهور يوما بعد يوم، وليست هناك في الحكومة العراقية رجال يرشدون هذا البلد إلى الطريق القويم ويتقلصون من هذه التبعية الإيرانية. تبعية العراق إلى إيران وبالأخص ما يمارس من خلال الميليشيات التابعة لإيران ومن العناصر الإيرانية التي تقود العراق. نعم. لذلك يتطلب الأمر أن تعي الحكومة دورها في بناء الاقتصاد العراقي برجاله المخلصين وبالنزعة الوطنية التي أشار لها ثوار تشرين، ومركزين من خلالها على أن العراق هو الهدف الأساسي في حياتهم. الأكاديمي والخبير الاقتصادي الدكتور خطير كاظم حمود، شكرا جزيلا لك.